كان دايما الاخبار انه في زول اخذ جائزه بتاعت افضل طالب ام بي اي في العالم السنه اللي فاتت. سمعتوا بالخبر ده؟ ما سمعتوا بيه؟ لكن هو طبيب بيطري عمل الماجستير البكالوريوس والماجستير بتاعه في جامعه الخرطوم في الطب البيطري مع كده. لا البكالوريوس في جامعه الخرطوم والماجستير برضه جامعه الخرطوم وبعدين جامعه ام بي اي في زيورخ ولا في انجلترا وبعدين في الجمعيه بتاعت الام بي اي العالميه اختارت الريسيرش بتاعه انه افضل ريسيرش لطالب بتاع ام بي اي في العالم. وسام طبعا زي ما بيقولوا في الليبر بتاع ماركتنج المقصود بتاعه الموضوع بتاعه how to increase our chance to publish by selecting favorable research ideas. لكن كان في تكنيكس معينه انا
يعني للإقصائيين للبحث والممارسية جدا. البيبرز انت لما تقراها في توبكس يمكن انا متأكد عليها انت في البيبرز الريفرنس اللي تقراها في البيبرز لأنه مرات والريسيرش عن توبك معين لما ترجع في الورقة اللي بآخرها تلقى ريفرنسز ممكن تلقى حتى بالظبط اللي انت كنت بتكتب فيها وجيت ماشي في الورقة الأساسية اللي انت لقيتها لكن تلقى ريفرنسز حتى بالظبط انت اللي بتفتش عنها. فالريفرنسز في آخر البيبر وفي آخر السيسس كذلك ممكن تلقى حاجة مهمة. انت قلت يا زول حسبت في الامتياز اللي انت عارف مش كده معلش احنا عندنا اللغة بتاعتي مع تجي في القصة بتاعت لما تقرا شوية كده في المجال اللي انت بتمشي فيه تلقى انه في زي ترندز موضوعات كده ماشية في الكلمة اللي انت بتمشي فيها سواء كانت في كل كلمة يعني سوشيال ساينس وكده فبتلقى في ترندز حصل انت لما تجي الترندز دي يو ار سوشيال تجوز عايزك تجوز الترندز possibly the easier pass, how to start the project. Which might seem the hardest part, pass like him, and I can solve it as well, it is very hard as hell, in my machine, start my own shirt. Like you, internet, and touch, you can't find us, you actually have more details to your name, that you have to pass it back there. In the last time, I have to check, and 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 I have أحسن لك يا أخي شعر غير عشان تمشي ما في سكر يبقى عشان الناس تيجي بعدين الناس تيجي بعدين هم اللي يبقوا الحاجات اللي أنت سويتها هم سويتها فطريقة you can go with this way you can go with this way both ways موجودات الحاجة المهمة اللي أنا عايز أعملها يمكن طبعاً لما كان أقول بتاع بيزنس ما يعني عندي مش لكن بفهم بيزنس ففي البيزنس عندنا حاجة اسمها unique selling proposition دي ميزة بعد اللي تكون مختلفة من بعض الناس التانية لو جينا نطبق المبدأ على المشكلة أو المواضيع كيف أنت تختار موضوع يكون صريح تقديم الناس على الشطر يكون حاجة of interest. النقطة الأولى دي مهمة يا إخوان، دي من سلامية إذا كنت بتزيش تجيب، موضوع ده طيب. فأنت لما تكون سوداني، يعني أنا الحاجة دي مخططية منطولة بس، ورايح أحكي تجربتي فيها. التجربة الأولى لما جينا عملنا كام سي سي ريسيرش أكيد، في البيضاء، شغلت اليوم. بلاقي فيها مشاكل في بعض الاغراض وكنا اهمال في بعض الشرطه الشديده. فحاول الاقي لحظه عند بعض الاساسي يعني انا فاكرها. فلقيت انه في سكيرسيتي الاساسي للمنشور في المنطقه دي بالذات في الامراض السبيسيفيكي كانت في المنطقه اللي انا شغال فيها. فمشيت بين الجامعه وكلمت واحد في موضوع الفلاني الفلاني وهذا عمل فيه سكيرسيتي. مشيت بين الدكتور شيخ محسن طيب والدكتور فوجدني من الحاجات اللي انا كانت فيها وانا كنت عملتها فلاحظت لي انه يا اخي الحته ما فيها ريسيرش طيب انا عشان اعمل الريسيرش ده حكوا شويه تكنيكس اشتغلوا بقى الناس بتاعتها بس الموضوع ده برضه يكون شويه مختلف فبرضه خشيت انا من ناحيه لازم اشتغل بتاعي جت لي تكنيكس اسمها بارتيسيباتري نيوميريكال يعني هو حاجه كانت جديده دلوقتي بتاعت الحسن المسؤولات فلقيت انه في زي ثلاثة نفر كده ثلاثة بروفيسورز كده هم اللي عملوا الناس عملوا التكنيكس وغيروا الناس كلها فكنت لسه مترمي الى هناك انا اخوان انا قاعد في بيروت في محل الفلاح ولا قاعد في بيروت في المرض الفلاح يعني ما عندي فردوا عليه اثنين من الثلاثة وخشوا معايا في المحطة ف I asked one of them اللي هو الواحد اللي انا كنت فعلا لسه في المحطة كنت فعلا تخش معايا كورس سوبرفايزر مش عارف الدكتور قلت له انت جيت انا مش
عشرة مايل جلس. بدأت أكل جامد خبطين لك تبدي لما شو حاول مجد السنة بس ولا يعني بمناج يعني إيه بمناج يعني إيه كانت مين مرودة أي حد بطيئت ماي ماي سبالي عشان تمين الحاجة فايدين ما ينساش عالي بدأت صحة حالية سيس عالي وقع أفوش الناس المالي اللي حالة في وكرة فوق قدر الحامل تعيب على الستيف فكيف
الريمو اخذت اتري على الريمو انه يكون اتراكتيف بالنسبه لي وانه يشتغلوا معاك. فدايما بتلاقيهم يونيك بروبوزيشن معنيين بيحتاجوا عليه صغير. الحاجه المهمه اللي هي يعني ما عملتها على شيء to identify the most suitable job journals and magazines اللي انت تشرح فيها. يعني مثلا ما تشرح كده تقول لك هو عالم تربيه مش عارف انا اشرح في المجال بتاع الحرب او المجال بتاع الاهلي يعني معايا لكن الحاجه دي زي ما قلت لكم هي اتس جراديوال حسب لما تشوف اي واحد من الاخوات اللي قاعدين هنا ده هو ما نشر الميديا دي في مصر بس دي مش جيرنالز لكن هو برضه بيفضل ذا سيم بروسيس هو شاف زول Gracias.
Le cerveau croisé est quelque chose de concepté. Et tout, you have to lobby to get your research published. How do you lobby? انت عندك الانترناشونال بارتنر هذا اللي بيشتغل معاك الزول اعتزاز الزول نشار بشكل ايه؟ بتشوفوا تفهموا معايا احنا ده شغل حقيقي انا كيف اوصله؟ اكيد هو ليه ابواب وطرقه بتدخل في وشه لما يعني بعد زمن طويل كده بقى كان في ابواب بتدخل في وشه. You don't have to go to the same doors that they were closed in his face. Find the doors that we open. Ask for his help. شوف يعني الناس العلم الحقيقيين ما في زول يجو and take his help بإيه سيد الباك وشي that's true they know this for fact فانت شوف الانترناشونال بارتنر حق كده السوبرفايزر حق اللي هي كده مشهور حاجه he know someone probably who knows someone who knows الزول اللي مش معيش اذا بتصل في الـ Communication Science يلاقي إن أنت قاعد في محل دي ممكن تصل أي زول في الدنيا through your network ما تستعين بـ your network يعني أنت قاعد هنا في حتة دي ما عنديش أوباما صح الله العظيم كل الناس لكن بس في you follow your network أسأل الزول صح ما تسعى ليه زول في حتة تانية في الشارع الشارع كان عنده مرمسة كتيرة يعني ف contact the right people و use your network of contact زي ما قلت لك تنجح البعض ف غير الكلام ده ف يعني I want to close by حاجات بسيطة في مسجد خليكم سمعين حاجة دي كويسة ما كل مرة أنا أقول لك أحب it is a strength point يعني أنا مشيت أقرأ الـ MBA في الكاسر حتى تغني جدا وعشان أنا أقرأ غني جدا فصرت الماستر دايما أنا different experience of management in conflict affected area. نزل المستوى Let's do it this way. Should I say it?
سام. سام هو سينيور بروجكت مانجر في شركه تال. فما مصادفه انه شركه تال تكون شركه فعلا في رياده يعني.